السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد مجموعة من الأسئلة التي وردت في التعليقات، غنحاول إن شاء الله اليوم نجاوب عليها بطريقة عملية يعني براتيكمون، باش ما نطولش عليكم ندوزو نشوفوا نبداو بالسؤال الأول. عندنا هنا السؤال الأول من عند الأخ أنس. حلو أنس، يقول السلام عليكم، جزاكم الله خير، عندي سؤال، واش افضل بالنسبه لكاميرات المراقبه شارجور يعني ترونسو هذا اسي دي سي او لا بلوك داليمونطاسيون اللي هو هذا؟ الفرق ما كاينش شي فرق ما بين بلوك داليمونطاسيون هذا و ترونسو اسي دي سي اللي كيجي بحال هذا الشكل. هذا بالنسبه لنا اربعه الكاميرات هذا كافي، عنده الفرق اللي بيناتهم هذا عنده لي بوسيبل بروتيكسيون، هذا ما عندوش شي بوسيبل بروتيكسيون. بالنسبه لاربعه الكاميرات درتي هذا ولا هذا بحال بحال كيبقى الفرق ديال الثمن، بجوج بهم اليمونطاسيون هادي كوباج. اما الا كنتي غادي دير غير جوج كاميرات فكنصحك تخدم بالترونسفو صغير على هذا، صغير على هذا، لان الفرق ديالهم بين الثمن هذا 12 فولت 12 امبير، 12 امبير كافي باش يخدم جوج كاميرات، 12 امبير كما كتشوفوا هنايا 12 امبير. هذا ديال 5 امبير، هذا ديال 5 امبير، هذا فيديو ديال 5 امبير ولا 4 امبير. بالنسبه لاربعه الكاميرات عمل ترونسفو كبير. بالنسبه اذا كانوا عندك غير جوج كاميرات من الاحسن عمل هذا باش كتبقى باش كتربح شويه الثمن. كاين ديفيرونس ما بين هذا وهذا راه تقريبا دوبل ولا تريبل، قضيه كتبقى قضيه ديال شنو غادي ايكونوميزي وصافي، شنو غادي تربح، ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. وطبعا هذا الترونسفو هذا اولا هذا كاملين بهم عندهم واحد لا دوغي دو في، يعني هذا ملي كطول عليه واحد المده طويله، هذا ولا هذا ولا هذا كطول عليهم واحد المده طويله ما كيبقاش يخرج ديك لا طونسيون اللي هي سيفيزونت باش تخدم لك اربعه لي كاميرات، وكيبداو يظهروا لك بعض المشاكل في الصوره وهذا. وبالنسبه لواحد السؤال اخر اللي سولنا عليه واحد السيد، واش نعمل ترونسفو حدا الكاميرات اولا نعملو حدا الدي بي ار؟ فاذا كانت عندك مسافه طويله، يعني مسافه ما بين الدي بي ار والكاميرا، اذا كانت عندك مسافه طويله هنا لا طونسيون ديال 12 فولت ما غاتوصلكش مزيانه، ويمكن الكاميرا ما تخدملكش مزيانه. فهاد الحاله هادي كنوصلوا الكابل ديال 220 فولت للكاميرا، مثلا اذا كانت عندنا مسافه طويله اكثر من 100 متر 150 200 متر كنوصلوا 220 فولت للكاميرا، وكنعملوا واحد لابواط وكنديروا فيها ترونسفو حدا الكاميرا باش كتبقى حيت كورون كونتينيو ما كيمشيش مزيان في المسافه الطوالين. هذه هضرنا تكلمنا عليها سابقا، الكورون كونتينيو ما كيوصلش هو هذاك الكاميرا الا كانت المسافه طويله. الا في الديبار كانت 12 فولت، الا كانت المسافه طويله مثلا 150 متر 200 متر وعبرتي لا طونسيون اللي كاينه حتى الكاميرا غتلقى 9 فولت 10 فولت، ويمكن الكاميرا ما تخدملكش مزيان بالليل حيت الانفراروج بالليل كيكونسومي شويه الكورون. وندوزو دابا السؤال الثاني مع الاخ بلال كامل. شكرا لك بلال كامل، بارك الله فيك. السلام، فهمنا على سيرفيس كابيدي نتاع الارت تيليتيك وكيفاش كونكتيهم مع بعض كلافي ليد و اي سي دي، ولا تيليكوموند اللي فيها جبوطون كيفاش وحده نديروها ارمي وزوجه ديزارمي؟ شكرا. كلافي نيميرو 2 نتاع الارت نبرونشيه مع كلافي ولا نبرونشيه؟ واخا خويا، بالنسبه للكلافي اذا كانوا عندنا دو كلافي وعندنا مربوطين، عندنا البرومي كلافي مربوط بالخيط كما هيدا، واذا بغينا نزيدو كلافي ثاني طبعا خصنا ديبرونشيو بعدا لو سيكتور هذا. الكلافي الثاني سوا تبرونشيه باراليل، كلافي الثاني سوا تبرونشيه باراليل مع هذا، يعني هاد لي كولور غوج و غرين و نوار وكذا، سوا تبرونشيهم هنا سوا تبرونشيهم هنا نفس الحاله، سوا تبرونشيهم من الوسط ديال الكابل، يعني من الوسط ديال الكابل سبيكي من هنايا وتقطع وتشرك وتبرونشيهم باراليل، ما كيوقع حتى شي حاجه، كتبقى الفرق في لازون، لازون هنا عندك لازون 7 وهذه لازون 8 وهذا في لازون 8، دوزيام كلافي في لازون 8، برومي كلافي في لازون 7 والدوزيام كلافي في لازون 8، هادو هو الفرق اللي بيناتهم. اما البرونشمون ديال لي دوني وديال لاليمونطاسيون ديال الكلافي لو ميم، يعني خصك تبرونشيهم باراليل. بالنسبه للتيليكوموند، التيليكوموند اللي درت ليكزومبل اللي درت انا بريسيدامون، درت نفس بوطون كي ارمي وكي ديزارمي،
الا كانت عندك لا كارت ريسيبتريس، انا عندي هنا كارت ريسيبتريس هنايا فيها واحد الرولي، دونك فيها واحد لا سورتي، فيها واحد الرولي الا لاحظتوا ليكزومبل اللي درت قبل، كاين لو ريسيبتور كما غتشوفوا هذا فيه دو رولي، فيه دو سورتي، يعني فيه هاد لا سورتي هادي زايده تقدر تخدمها داخله في واحد لا زون ثانيه. انا درت هادي بغي في واحد لا زون باغ اكزومبل، درت في لا زون 1 تقدر تخدم ديك الساعه هذا ياكتيفي الرولي الاولي وهذا ياكتيفي الرولي الثاني، هذا الرولي الاولاني في لا زون 1 وهذا ديرو في لا زون 2. و نيفو دو بروغراماسيون خصك هذا تعطي له اي ارمي وهذا ديزارمي. دابا هاد البوطون هذا عطيتو كي ارمي كما هيدا كي ارمي، ها هو لو سيستم ارما وكي ديزارمي. وطبعا هاد البوطون هذا ما خدامش حيت لا كارت فيها غير واحد الرولي. دابا هذا الا بغينا نحيدو له ايدي، دابا هذا كي ارمي ديزارمي، الا بغينا نحيدو له اي ارمي، الا بغينا نحيدو له ايدي زارمي بار اكزومبل، نمشيو لا كونفيغوراسيون وندخلو لازون مثلا لازون 1، نمشيو لازون 1 اونتري لازون 1 اوكي، ونمشيو لديك كلي ارم كلي ارم ديال عملنا وغنحيدولو ديزارمي مثلا هذا ارمي ديزاكتيفي، نحيدولو ديزارمي هادي ديزارم بيرمي غنعطيوها زيرو اوكي. هنا ما غيبقاش اي ديزارمي، الا لاحظتوا ها هو لو سيستيم تارما، الا لاحظتوا انا غنارمي ولكن ما غيديزارميش كما كتلاحظوا ما كيديزارميش. دونك غادي نبروغرامي البوطون الثاني في لا زون 2 وغنعطي له فقط اي ديزارمي. هذا هو ندوزو لسؤال اخر عاود. هنا شمس الدين ساي كيطلب الرقم ديال الواتساب، الرقم الواتساب ديالي هو هذا اللي غتشوفوا هنايا، هذا خاص الواتساب، هذا ماشي التليفون، هذا خاص الواتساب. التالي سي محمد الخضر كيسول على عنده مشكل في بروبليم ديال ديك لي تروبل، المهم عنده مشكل في لو سيستيم كيبقى غير يسوني. غتمشي اخويا محمد الخضر، غتمشي انا عندي مبرونشي لادين تيليفونيك، عندي لادين تيليفونيك هايا مبرونشيا، هايا مبرونشيا لادين تيليفونيك. المشكل هو هذا، المشكل هذا السؤال تطرح مرارا وتكرارا. عندي زارمي لو سيستيم، عمران جيتي تلعب واخا سيدي. قلنا هاد المشكل هذا تطرح مرارا وتكرارا، المشكل ديالو هو خصك ديزاكتيفي واحد اللعيبه هنا في كومونيكاسيون. نمشيو كومونيكاسيون نيميريك اوبسيون، غتلقى هاد كومبوزور اكتيف، غتلقاه مكوشي. انا كوشيتو انا غادي نكونفيرمي، انا غادي نخرج، انتما غتشوفوا ليطا ديال السيستم شنو غادي يعمل معايا. ما كاين لا ارمومو ولا لا، ما كاين لا اونيتا دالارم لا والو. ديجا ها هو خدا لا لين، الا لاحظتوا البويون فير كونتينيو، شعل كونتينيو يعني خدا لا لين، يعني خدا لا لين. لابيل هاهي بدات تسمع، جا لابيل نبيلها يا جاس، وهكذا كيبقى يصوني لو سيستيم. غادي ندير زارميه، ها هو خدا لالين، عاود مرة التالية خدا لالين، ها هو لابيل هاي غادي تجي عاوتاني. المهم هيدا كيبقى ها هو صونا عاود،
المهم كتجي غادي ديزاكتيفيها، غادي تجي هنايا بحال اللي قلنا، نعاودوها مرة ثانية باش نعمل معاك التيست باش تشوف داكشي واضح. كومونيكاسيون نيميريك اوبسيون كومبوزور فوكال اكسيف، هذا خصك ديزاكتيفي كونفيرمي. ها هو غيطلق لا لين، يلا حطي هنايا مبقاش كيشد لا لين صافي. و السؤال الثاني هو نيت عنده مشكل في لا بيريوديك، كيما لا بي الثانيه والثالثه والرابعه، هنايا كتمشي نعاود الكومونيكاسيون باش ما يبقاش يصوني عليك سبعه المرات ولا كثار ولا ما عرفتش شحال كيجي فيها بار ديفو. المهم كتمشي الكومونيكاسيون، خصني نخرج من ديزاكتيفي لو سيستيم بعدا. لا بي بيريودي كيبقى يعيط لك مثلا سبعة مرات 10 مرات، سا ديبون ديال ما عرفتش شحال كيجي فيها بار ديفو. المهم نمشيو كومونيكاسيون اوبسيون تونتاتيف، هنا تونتاتيف كتشوف شحال غيقيسوني لك مرات. انا عندي هنا كيقيسوني غير جوج مرات صافي، تقدر تعمل واحد، تقدر تعمل ثلاثة مرات، تقدر تعمل سبعة مرات، انا كنعملو غير جوج. السؤال الثاني في لي بورت اوتوماتيك، خويا من عند الاخ طارق جالاكسي، خويا عندي مشكل لا بوتو سيلول تخدم عكس بورت كوليسونت. هذا السيد عنده مشكل في بورت كوليسونت، يعني اون كاد انترفونسيون ديال بوتو سيلول بان ملي كتكون كتسد خصها توقف وتولي كتحل، هذيك بالعكس كتوقف وكتولي كتسد، هذيك كتوقع بزاف. هذه نورمالمون الموتور كيجي، بار ديفو كيركب اما سوا كيركب على اليمين اولا كيركب على الشمال ديال الباب. الا كان كيركب كيجي بار ديفو كيركب على اليمين وانت ركبتي على الشمال، هنا الموتور غادي خصك تقلبلو اتجاه لو سونس، خصك تقلبلو لو سونس. باش تقلبلو لو سونس كاين دو جوج ديال الطرق، سوا جوج طرق وسا ديبون ديال لو تيب ديال الموتور. كاين الموتور اللي خصك تقلبلو اتجاه ديال لو سونس، تقلبلو لو سونس تقلبلو من بروغرام يعني طخون بروغراماسيون وتمشي لو سونس دو روتاسيون وتعملو انفيرسومون ديال سونس دو روتاسيون. اون فوا تعمل لو سونس دو روتاسيون خصك ترد البال مع لي فان دو كورس، لان ربما يطلب لك سا ديبون ديال لي فان دو كورس. كون الموتور كيجي كيفاش كيركب لي فان دو كورس، كاين لي كيركب لي فان دو كورس كيركبو بار دي كونتاكت مانيتيك، بحال لي كونتاكت مانيتيك. المهم خصك ترد البال مع لي فان دو كورس. الطريقة التالية بحال الموتورات اللي كانوا قدامين، هادو ما فيهمش البروغرام باش تبدل الاتجاه ديال الدوران، خصك تبدلو تقلب السلوكه الموتور كتقلبهم. الفو انفيرسي لي كاب ديال الموتور، وكذلك عاود ملي تقلب لي كاب ديال الموتور خصك ترد البال مع لي كاب ديال لي فان دو كورس، لان الفان دو كورس ديال الفيرميتور ماشي هو لوبيرسيور. بالنسبه للبورت كوليسون، بالنسبه للي ريدو لا ما كتبدلش لي فان دو كورس، كتقلب غير سلوكه الموتور كتقلبهم او نيفو ديال لينيتي سونترال وصافي. اما في لي بورت كوليسون لا، بورت كوليسون خصك ترد البال معاهم، لان يقدر يقطع لك شي ملي توصل الباب ديك لا ليميت، يقدر يقطع لك شي، لان خصك تقلب لي فان دو كورس ا دروات تردو ا غوش و ا غوش تردو ا دروات. ندوزو للسؤال التالي. السلام عليكم ورحمة الله، انا عندي 6 ديتيكتور، واش ممكن برونشيون في زون واحدة؟ طبعا يمكن لك برونشيون في زون واحدة، يمكن لك برونشيون في زون واحدة، ولكن غتعمل لي كونتاكت غتعملهم سيري. انا غنشرح في السبورة. عندي مثلا 6 ديتيكتور، الديتيكتور الاولي، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، والسادس. البلوس والموان غيمشيو باراليل، بلوس أو موان باراليل، أو موان كذلك. المهم هنا لي كاب ديال الكونتاكت، لو سيستيم دالارم هو هدا باغ إكزومبل، إلا ركبتيهم كاملين بيهم، إلا جبتي لي كاب ديالهم كاملين بيهم هنايا خصك تعمل، إلا جبتيهم كاب ديالهم كاملين هنايا ديال كونتاكت، هذا كاب ديال كونتاكت،
اكسيتيرا اكسيتيرا خصك الكونتاكت ديالهم تعملو سيري، كونتاكت سيري هو هذا، غتشرك هذا مع هذا غيبقاو لك هنا جوج، وغتشرك هذا مع هذا غيبقاو لك هنا جوج، هذا وهذا، وغتشرك هذا مع هذا عاوتاني هذيك، غتشرك هذا مع هذا، غتشرك هذا مع هذا غيبقاو لك هنا جوج، غتشرك هذا مع هذا غيبقاو لك هنا جوج عاود، وتشرك هذا مع هذا في الاخر خصو يبقاو لك جوج، هادو غدخلهم في لازون، هنايا كوما، هنايا زون ا مثلا، هذا كونتاكت سيري، كونتاكت سيري، إلا بغيتيش تدخلهم كاملين بيهم، ما بغيتيش تدخلهم في السونترال يعني عندك بعادي، غدخل هذا مع هذا. غدخل هذا هنايا وغدخل هذا هنايا وغدخل هذا هنايا وهذا هنايا، والاخر يبقاو لك جوج، يبقاو لك هذا وهذا، غتجيبهم لازون، هذا بكومان وهذا بلازون، كونتاكت سيري، كونتاكت ديال هذا كونتاكت ديال الارم، نفس القضية راه تعمل كونتاكت ديال التامبر. السؤال الاخير في هذا الفيديو ان شاء الله، باقي الاسئله غادي نشوفها في فيديو اخر باش ما يجيش الفيديو طويل، ديجا راه وانا كنسجل هذا الفيديو هذا جاني هذا السؤال هذا ديورجونس، السلام خويا عندي واحد المشكل في واحد الكاميرا، هذا هو كتسجل 4 ايام وكتوقف دي بي ام التسجيل، الا شبرنا هذه الحاله هذه غادي نشوف، كتلاحظوا هنايا الدي بي ار ما كيسجلش، مع العلم انا عندي الدي بي ار الديسك دير في لونجيسترومون نورمالمون خصو يكون، غتمشي اخويا نستوكاج وغتمشي جيستيون اش دي دي، غتلقى فيها اش دي دي اون ليكتور سولمون نورمال سولمون، هاد اش دي دي اون ليكتور سولمون شنو كيعني؟ كيعني انه غير كيسجل اون فوا، اون فوا يعمر الديسك دير كيحبس، هنا خصك تعمل ليكتور اي اكريتور، هادي تعمل ابليكي سيستم دو ريديماري بور اكسيفي اوكي غادي ريديماري السيستم ها هو رجع كيسجل ها هو رجع كيسجل هنايا الى ندخلو نعاودو ندخلو الديسك دور غادي نلقاوه بلا هيا 0 ميجا بايت هي اللي باقا الديسك دور فيه 2 تيرا ولكن هنايا كيعمل كيكرازي القديم وكيسجل فوق منه و الى جيتي تشوف الى جيتي تشوف شحال عندك ديغي دو لونجيسترومون غتلقى مثلا هنايا عندي سيمانه هنايا لو موا افريل وهنا عندي هنا عندي تقريبا 14 15 16 17 يوم 17 يوم زيد عليها 6 ايام هي 23 يوم تقريبا هنا لاحظتوا هنا عندي لونجيسترومون بار موفمون من احسن لونجيسترومون بار موفمون باش ما يديلكش لونجيسترومون ديسك دور بزاف هادشي اللي غدير اخويا اذا درتي هادشي كامل وبقى المشكل يعني بغا يكون مشكل في الديسك دور تعاود تفورماتي وتعاود داكشي بديك الريكلاج من جديد ويكون خير نتسافيو الاخوان بهذا القدر هذا وباقي الاسئله ان شاء الله غادي ندرجوها في الفيديو القادم ان شاء الله ما تنساوش تعملوا لنا لايك ما تخسر عليها والو والسلام عليكم ورحمه الله